السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله، فانا جيت نقدم لكم الكيكة العملاقة، كتجي خفيفة بزاف بحال الريشة، ثلاثة ديال البيضات فقط ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فبالنسبة للمكونات كيف ما كتلاحظوا، فغادي نحتاجوا هنايا كاس ديال السكر حبيبات اللي هو السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، غادي نحتاجوا كاس ديال الحليب، ضروري الحليب يكون في درجة حرارة ديال المطبخ، ثلاثة ديال الحبات ديال البيض حتى هما يكونوا في درجة حرارة ديال المطبخ، جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو المر، اولا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، بودرة ديال الكاكاو، معلقة كبيرة ديال الخل الابيض، وغادي نحتاجوا جوج ديال الساشيات ديال الخميرة حمراء تقريبا 16 غرام اللي فيهم هنايا بجوجهم، ساشيه ديال السكر فانيليا ممكن تنسمو بالقهوه سريعه الذوبان، وجوج ديال الكيسان ديال دقيق الفرص اللي ضفت عليهم قبيصه ديال الملحه. فبالنسبه للطريقه فهي سهله بزاف، خديت هنايا واحد الاناء اللي وضعت فيه ثلاثة ديال الحبات ديال البيض، ساشيه ديال السكر فانيلا، وكاس ديال السكر سنيده، فكتعبروا دائما بالكاس ديال العنبه. من بعد غادي نطرب الكل كيف ما كتشوفوا بالطراب الكهربائي، لما كانش متوفر عندكم فكتوضعوا فكتطربوا فقط بالطراب اليدوي. كيف ما كتشوفوا بعد ما ضعف الحجم ديال البيض ولا اللون ديالو ابيض ولا فيه الهواء بزاف، غادي نضيف هذاك الكاس ديال الزيت شويه بشويه حتى كنكملوا، وغادي ندير بنفس الطريقه هذا الكاس ديال الحليب حتى هو غادي نبقى نضيف وانا كنستمر في التطراب. بعد ما خلطت هاد المكونات كيف ما كتشوفوا، فغادي نحيد هاد الطراب الكهربائي وغادي نمشي باش نكمل فقط بالطراب اليدوي. غادي نكمل المكونات اللي بقات عندي، فغادي نضيف هنايا معلقه كبيره ديال الخل الابيض، غادي نخلط واحد شويه وغادي نمشي باش نضيف جوج كيسان ديال دقيق الفرص. كيف ما ذكرت لكم فالدقيق غربلته من قبل جوج ديال المرات، وهذه هي المره الثالثه اللي غادي نغربل فيها هاد الدقيق. وضعت عليه كيف ما كتشوفوا جوج ديال الساشيات ديال الخميره حمراء اللي هي بيكين باودر، وكيف ما ذكرت لكم فهاد الدقيق درت عليه قبيصه ديال الملحه. من بعد غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا حتى كينسجم ليا داك الدقيق مع المكونات اللي خلطت، وهذه هي الكثافه اللي غادي نحصلوا عليها، فكيجي مهوي بزاف هاد الكيك كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نمشي باش نقص من هاد الخليط ديال الكيك، غادي نقص شي شويه في هاد الزلافه لانني غادي نضيف عليه بودره ديال الكاكاو المر. كيف ما ذكرت لكم يا اما تستعملوا جوج ديال الساشيات ديال بودره ديال الكاكاو، اولا تستعملوا جوج ديال المعالق كبار ديال بودره ديال الكاكاو المر. غادي نخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتها حتى كنحصل على هاد الخليط بهذا الشكل ديال الكاكاو. من بعد خديت هنايا المول، فكتختاروا المول اللي نتوما بغيتوه، من الاحسن ان المول يكون شي شويه صغير باش هكا كتجيكم الكيكه طالعه بزاف. فخديتو ودهنتو بالزبده مزيان ورشيتو بالدقيق الابيض، من بعد كنحاول نطلع كيف ما كتشوفوا كنطلع باش كيزيد يدخل الهواء كتير لهاد الكيكه، وكتجيني منفوخه وكتجيني خفيفه بزاف. بعد ما وضعت الخليط الابيض ديال الكيك، غادي نوضع هاد الخليط ديال اللي ضفت فيه بودره ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهذا اللي ضفت فيه البودره ديال الكاكاو كيجي شي شويه ثقيل على الكيك الاخر الخليط الابيض، فغادي ندخل الكيكه ديالي الفران باش طيب. فانا ما سخنتش الكيكه، فغادي ندخلها الفران اللي كيكون بارد، عاد غادي نشعل عليها النار، غادي طيب من الاسفل وتحمر من الفوق، وهذا هو الشكل ديال الكيكه بعد ما خرجتها من الفران ودرتها في واحد الطبق، وغادي نخليها حتى كتبرد تماما، عاد غادي نمشي باش نزينها. فبالنسبه للتزيين باش غادي نزين انا هاد الكيكه، فكيف ما كتلاحظوا كتجي خفيفه كيف ما كتشوفوا، ف ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه ديال هاد الكيكه وغادي تنجح معكم. بالنسبه للتزيين فهو تزيين اللي هو عادي، فدات عليها شويه ديال المربى ديال المشماش واللوز ايفيلي من الفوق، ممكن تذوبوا الشكلاط وتخلطوه مع كريمة سائلة او لا تخلطوا مع شوية ديال الحليب باش تحصلوا على غاناش ديال الشوكولا، وتغطيوها من الفوق او لا ديروا غير خطوط فقط من الفوق. فبالنسبة للتزيين كيبقى حسب الرغبة ديالكم، فانا هنايا بالنسبة لهاد الكيكة فديتها للدار ديال عكوزتي، فكانت عارضة على خواتتها للقهوة، وبالنسبة للطرف اللي قطعت كيف ما كتشوفوا او للمغصو اللي قطعت ديال هاد الكيكة، فكيف ما كتشوفوا كتجي الشكل ديالها بالداخل جميل بزاف وكتجي خفيفه. ان شاء الله تجربوها، نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.